للمزيد عن استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي والوعود الأمريكية بوضعها على قائمة الإرهاب، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، بداية مرحبا بك. المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أكد أن السعودية والإمارات تعرضتا إلى أكثر من 400 هجوم خلال الفترة الماضية. بداية، إلى ما ترجع تزايد وتيرة استهداف دول تحالف دعم الشرعية في الفترة الأخيرة؟ تحية لك وللمشاهدين. أعتقد أن السبب الرئيسي فيما نراه اليوم من تصاعد وتيرة الهجمات العابرة للحدود من الأراضي اليمنية الحالة للهامش، هامش التحرك الذي حصل عليه الحوثيون خلال السنوات الماضية، إذ أن الضغط العسكري لم يمارس عليهم بقدر كافي، ثم أن معظم المعارك تقريباً اتجهت باتجاهات مختلفة لم تكن لتركز على هدف إخفاء الحوثيين عسكريا وسياسيا من المشهد اليمني. لهذا وجد الحوثيون فرصة من خلال الأرض التي يسيطرون عليها للحصول على المزيد من الأسلحة، وهناك طرف إقليمي سيء في الحقيقة جاهز لتزويد الحوثيين بما يريدونه من أسلحة، لأن له معركة مستدامة مع دول المنطقة ويريد فرض يعني نفوذه الجيوسياسي والطائفي في المنطقة كما يعلم الجميع، وقد منح فرصة نادرة من خلال بقاء الأوضاع على ما هي عليه في اليمن. في الواقع تفضل. نعم أستاذ ياسين، إلى أي مدى ترى أن الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني بدعم من التحالف كان لها تأثير في تحويل ميليشيا الحوثي وجهتها إلى دول تحالف دعم الشرعية للفت الانتباه عن خسائرها في الداخل؟ هي معركة بينية اليوم. للأسف تحولت المعركة في اليمن إلى معركة بينية، حيث كلما واجه الحوثيون ضغوطا عسكرية في الميدان، وهي ضغوط حتى هذه اللحظة أنا لا أسميها انتصارات وإنما اختراقات محدودة ومقصودة لذاتها، عندما يتعرض الحوثيون لمعركة حقيقية على الأرض يحاولون أن يذكروا الأطراف الإقليمية المتدخلة في الحرب في اليمن بأنهم سوف يتكبدون أعباء نتيجة تصعيدهم العسكري في الميدان، وهذه مسألة واضحة للجميع. لهذا أنا أعتقد أن الحل يكمن في التصعيد العسكري المتواصل، في الدعم الحقيقي للجيش الوطني لإنهاء النفوذ العسكري الحوثيين، وبمجرد أن ينتهي وجودهم السياسي والعسكري سينتهي آثرهم الذي الجيوسياسي الذي يمارسونه اليوم من خلال الصواريخ العابرة للحدود ومن خلال الطائرات المسيرة. لا يمكن لكي يوقف هذا العبث بشكل نهائي إلا من خلال إلحاق هزيمة للحوثيين، وهذا الأمر أنا في تقديري متاح للغاية، له أدوات جاهزة. طيب. أستاذ ياسين، نقل ميليشيا الحوثي المعركة يعني إلى الدول الجوار يعد إرهابا بحسب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إن كان الأمر كذلك بما تفسر تأخر الولايات المتحدة في إدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب؟ لطالما كان هناك تخادم بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية طيلة العقود الماضية، وهذا أمر لا يخفى على أحد، وحتى يعني الاستعانة بالحوثيين لتقويض ربيع اليمن يأتي في هذا السياق، في سياق المهمة التي وكلت إليهم. هناك سردية فيما يتعلق بالصراع في اليمن تركز على مسألة أن الإرهاب هو القضية ذات الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي ترى أن الحوثيين شريك في مواجهة هذا الإرهاب، وبالتالي كل الدماء التي تسير اليوم وكل الضحايا التي يتكبدها الشعب اليمني على يد السلاح الذي وضع في أيدي الحوثيين لا تدرج في إطار العمليات الإرهابية للأسف حتى هذه اللحظة. ميليشيا الحوثي كأحد أذرع إيران في المنطقة تزعزع استقرار المنطقة وأمن الخليج، إلى أي مدى ستؤثر المباحثات النووية على وتيرة الفعل الحوثي في المنطقة؟ واضح من المؤشرات أن هناك تنازلات وتراجع أمريكي فيما يتعلق بهذا الملف، هناك تخفيف للعقوبات، هناك أعتقد أنه حتى خفض وتيرة المواجهات العسكرية على الساحل اليمني ربما يندرج ضمن هذا الإطار. وأعود وأقول لا حاجة لنا لا لدعم مجتمع دولي ولا لمواقف مجتمع دولي ولا لتصنيف من هذه الدولة أو تلك لهذه الجماعة، بل بإنهاء دورها السياسي والعسكري، وهذا أمر متاح تقريبا وكل الإمكانيات جاهزة لتحقيقه. يعني أخيرا، إذا ما أدرجت الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب مرة أخرى، هل تعتقد أن المجتمع الدولي سيتحرك لوقف إرهابه بعملية يقودها مجلس الأمن أم لا؟
ليس بالضرورة. هناك تنظيمات صنفت في قائمة الإرهاب ومع ذلك يجري التعاطي معها بذرائع مختلفة، منها التخفيف من الوضع الإنساني إلى آخره إلى آخره، لكن في الحقيقة ربما يساهم إجراء هذا في تضييق على الحوثيين أكثر مما هو الأمر اليوم، ولكن يبقى الأمر مرهون بإجراء عسكري. إذا لم يكن هناك إجراء عسكري ميداني على الأرض فلا فائدة. نعم، من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ ياسين التميمي، شكرا جزيلا لك.